جزاكم الله خيرا. هل يجوز الإحرام بالعمرة الثانية من مسجد التنعيم لمن هم ليسوا في مثل حال السيدة عائشة رضي الله عنها؟ نعم يجوز هذا، يجوز لمن كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة أن يخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غيرهما من الحل فيحرم بالعمرة، وليس هذا الأمر خاصا بعائشة. نعم.